عادل، البطولة كانت صعبة برغم الفوارق الكبيرة في الأرقام، إنما تحس إن البطولة صعبة جدا. النادي الأهلي عانى كتير جدا، عانى كتير من الكلام يعني ومن اختلاق المشاكل، ولكن يمكن إدارة النادي الأهلي، لعيبة النادي الأهلي، حتى وإن كان جمهور النادي الأهلي غايب، ولكن كان ليه دور إن شاء الله في حسم البطولة النهاردة بإذن الله. طبعا إن شاء الله، يعني يبقى النهاردة يبقى يوم الحسم. بس أنا يعني أنا مختلف مع حضرتك شوية في إن البطولة كانت صعبة بمعطيات كتيرة. هنبدأها واحدة واحدة، هنتكلم في ثلاث نقط. أول حاجة إن الحرب اللي موجودة على النادي الأهلي ده طبيعي، لأن طبيعي إن مفيش حد بيحارب واحد في التاني ولا في التالت ولا في الرابع. طبيعي لما تيجي تحارب هتحارب اللي سابق، اللي تحت هو اللي بيحارب، مش فيش حد سابق وبيناجح بيحارب حد، وده في كل المجالات مش في الكورة بس. الحاجة التانية المدرب تقييم المدرب كلها نتائج، المدرب نتيجة. انت النهاردة بتيجي تقيم المدرب الموجود معاك، بتشوف نتائجه ايه وبتقيمه بشكل كويس، وكمان لما يكون المدرب ده عمل معاك اداء كويس فدي حاجة تانية تحسب له. اوريدي هو كان موجود وعمل نتائج كويسة باداء كويس، وجات ظروف يعني ظروف قهرية حصلت ورجع تاني النادي الاهلي يلعب ماتشاته، والامور ما كانتش ماشية بالشكل اللي احنا كنا متعودين عليه قبل الكورونا. وخد بالك احنا اكتر مكان بنوجه انتقادات فنيه، والناس كلها عارفه كده، احنا اكتر مكان بنوجه انتقادات فنيه جوه الملعب صحيح. للنادي الاهلي صحيح. وبنتكلم فير جدا وكل حاجه، عشان احنا عارفين قيمه المكان وعايزين المستوى الاعلى. احنا بنفكر في حاجه تانية غير الدوري مزبوط. عشان برضو ومش بقصف جبهات، ده طبيعي. انت الفرق بينك وبين المنافس اقرب ليك بعيد جدا، فبالتالي عايز تاخد بطوله، ولكن مش هو ده الهدف. الناس التانية هدفها ان انت بتعطلك جوه ده وتعطلك في الهدف التاني اللي انت بتفكر فيه. وخلينا منطقيين ان التعطيل كله مش في بطولة الدوري، الهدف كله في التعطيل هو افريقيا. على فكرة الناس بتحاربك عشان افريقيا مش عشان الدوري، هو مش فارقة معاك. انت النهاردة هأجل، بكرة مش هأجل، النهاردة هلعب، بكرة مش هلعب، مش عشان الدوري، هو عشان يبوظ لك افريقيا، عشان تبقى انت داخل افريقيا نفسيا محبط او انت مش في احسن حاجة. دي حاجة. الحاجة التالتة بقى اللي احنا يعني الناس كلها مش واخدة بالها منها، لما تيجي بعد الكورونا الناس كلها عمال تنتقد الاهلي، والاهلي مش في مكان كويس، الاهلي بطل الدوري بعد الكورونا برضو صح. الفارق النقط، الزمالك لعب 10 مباريات، انا بتكلم على الزمالك مش عشان هو المنافس الاقرب واحد للنادي الاهلي اللي في المركز الثاني. الزمالك لعب 10 ماتشات خسر منهم 9 نقط، النادي الاهلي لعب 9 ماتشات خسر منهم 5 نقط، ولسه عنده مباراه النهارده، لو لا قدر الله خسرها هيبقى فرق 8 نقط. معنى كده برضو ان هو بطل الدوري بعد الكورونا. ولو كسب النهارده المباراه هتلاقي ان الفرق برضو بعد الكورونا، هتلاقي فرق للنادي الاهلي مزبوط. الفرق الاربع نقط بينه وبين المنافس التقليدي ليه. فالناس عماله تتكلم في حتت، وبرضو مش يعني هنشوف ان احنا عنينا مش جايبه ان الاهلي كويس. متفقين في ماتشات الاهلي ما كانش كويس فيها صحيح. بس وحتى الاهلي مش هو وهو مش كويس، الفرق بينه وبين المنافس ليه 4 نقط مزبوط. والمنافس ليه ومباراه المنافس كمان انت كسبتها يعني أيه. يعني كمان المنافس كسب المباراه المباشره اللي بينك وبينه أيه. فانت متخيل ان انت بتتكلم بعد الكورونا، انت بعد الكورونا أيه. انا بس نفسي يجيبوا لنا الاحصائيات دي عشان ياكدوها أيه. لا صحيح فعلا بس صحيح. فاحنا عاملين الناس عماله برضو تتكلم في حته ومش واخدين بالهم منها. الاهلي البطل الدوري بعد الكورونا مزبوط. اقل فرقه خسرانه نقاط الاهلي خسر من الزمالك وتعادل مباراه الانتاج مظبوط أيه. الزمالك اتعادل مع مصر وخسر من المقاولين وخسر وتعادل مع الاتحاد وتعادل مع سموحه مزبوط. خسر 9 نقط مزبوط. فبالتالي احنا برضو عمين رحنا الحته طب انت بتقيم على اساس ايه الاداء كل انديه مصر ما بتاديش بالاداء اللي هو كان اللي معهود عليها قبل كده، بل بالعكس النادي الاهلي اخر مباراتين بيادي بشكل مقارب الى ما قبل الكورونا مزبوط. نتائج ورقه وقلم اللي هو بتاعه المدرب وبتاعه الاداره وبتاعه المحللين، لا الاهلي الاول. يعني انت لو جيت حسبت كل النقط دي هتلاقي ان الاهلي الاول. فانا شايف ان احنا يعني احنا اكتر ناس هنا بنحلل، مش بنقول لك بنحلل صح، بس بننتقد صح، بننتقد الحاجات اللي احنا شايفينها، ولكن في الاساس لا انت احنا بطل الدوري برضو، الاهلي بطل الدوري بعد الكورونا. ويا ريت تنزلوا لنا لو الاحصائيات دي موجوده، يا ريت تنزلوها لنا على الشاشه عشان برضو الناس تبقى مرتاحه وهي بتتفرج. لا هي الناس اكيد مرتاحه بس اساسا لا الناس مرتاحه اكيد بس الناس مرتاحه انت تطرقت لنقطه الارقام ما هي ارقام مظبوط صح. ولو طرقنا لنقطه الارقام يمكن من بدايه الدوري لحد ما وقفنا
النادي الاهلي برضو متفوق عشان وبعد الكورونا برضو متفوق. انا اتكلمت بعد الكورونا عشان الناس قالت ان الاهلي اوريدي هو حاسم من قبل الكورونا والاهلي وقع ماتشات بعد الكورونا فشالته شويه، شالت ده من ده شويه اللي هو ايه عوضت له اللي قبل الكورونا عوض اللي بعد الكورونا. لا ده اللي هو بعد الكورونا اصلا هو كسبان برضو. صحيح صحيح.